بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبته أجمعين. فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم جميعا، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقرائهم أصول المتون، خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل. فهذا هو المجلس 16 من مجالس إقراء وشرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله في ليلة الأحد 17 من شهر رجب عام 1437 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين. يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. مجلس كان ومجلس كي لحي تبنات مجالس ذو المركة كوبان ذو المركة إيا شرح كوبان كتاب رياض الصالحين الإمام النووي عليه رحمة الله. تاريخ ذنا واتواني تضوى بشر رجب كنا فربا ورصدني تضوى بجر ذنا بقنا صلى الله عليه وسلم. باب كان وباب فضل بر أصدقاء الأبي والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. حديث كان وحديث كسدح بغل كوي أفرتنات. باب فضل بر أصدقاء الأبي أبها ساحب ديث وبارن نفك الله فلا بارن ماذا الله فلا فضل قائل ذا يوباب يهي. باب فضل بر أصدقاء الأبي أبها قدال بالغس وآخرين أبها ساحب دي وانا قلو سميه فضلغ أوليه أي أبابي هاي إيو الأم هو يدا ساحب ديت وانا قلو سميه فضلغ أوليه أي أبابي هاي والأقاربي قرابة ساحب ديت برغ إيه سمفرك الله سميه فضلغ أوليه أي أبابي هاي إيو الزوجة حاسك أتقبت قبلها صاحب ذا الله وانا قلوص هميه فضلك أولي أيو بابي هاي إي وسائر من يندب إكرامه كرامين تيسا إن الله إنتي محوها للسنيي أسكس أصهرتي وسائر من يندب إكرامه كرامين تيسا إنت للسنيي أصهرتي إنت سأيضا فضلك أي لذا أيو باب كانوا بابي هاي. خلاصة الباب كوحويا قفك مؤمن كأه أبيه دلي أمي هو يضي لشي أما وقرابدي أما حاس كيسي ضد أصحابه أو شيك وذاقيهين أو يسكون في عناين أياجرته ضد كأيها هي مركة إن إحسان لو صميه بر لو صميه صاحب دي قرابة دي والد كسو بالله إلى والدين كلا غير دي لحاس كأي حتى أصحابتي إي قرابة دي ضد كأي لهايين والصحبة أي لهايين إن بارنا من لو فلا فضلك أوليه هاي أي باب يهي أنت بس ما هن إن الله أنت محوها لسفري أو لسنيي إن لو إحسان سميه أو أنت أنشغني كسوهرتي وسائر من يندب إكرامه. نعم حديث سدح بقوليكو إفرتنات. وعن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي نحيري إن أبر البر بارهن ما وحاو قيمة بضن أو بارهن ما بضن أن يصل إنو حريريو الرجل قفك مؤمنك نمبا ليري لكن دمر كنوا اللمد أن يصل إنو حريري الرجل ننك إنو حريري ود محايدين قرن وآيدين قرن وكذلك ود أبيه أبيه ذاتك أجعلي إنو حريري أياك حويان باره نما الله سميتنا وقيمة سريس حويان إلا نابمر كنولي هاي أما هوي أي نوش هاي إيادة أياك هرتاغن ودركتاه مركين أدبار نمو سميسو وشي إسكا طبيعي وفطراء لكن قبري أيها قلن مجوغان أما ويفو قادن قعن لغو مهايو لكن قف إيها والدكي صاحب أيهين
ayaa halkan imaaday qofkaas xiriirintiisa markaa wax weyn oo adiga isma taqaanan saaxiibaha hata badan ay wax weyn ka dhaxay malahan xiriirinta markaa xiriirinaysa waxa weeyaan bil ghaib magnaanti waalidki oo barnimo sameeyayse lama tahay weeyaan marka taas ayaa barnimo ugu weyn ayuu nabiga sallallahu alayhi wa sallam وعن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار دينار لا يراهدو قال وحير عبد الله بن دينار وعن عبد الله بن دينار رضي الله رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اي كوري عبد الله بن عمر ان رجلا نبا ومن العرب تير باديه اي لقيه لكل مي يلكل مي لقيه لكل مي هو عبد الله بن عمر بو لكل مي بطريق مكه مكجد كده اسغو هايو اي لكل مي كو فسلم عليه وسلامي فسلم عليه وحسلامي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بسلامي كدبنا وحمله وحو ساري اد كحنباري على حمار دمر او كان او هذا يركب مد اوفله هو عبد الله بن عمر دمرك او سارناي ايو انت او دغاي ايو نينك رير باديها اها ساري ويان واعطاه كدبنا وحوسي امامه امامته كانت اهيد على رأسي مدحي سارنين واسيي إمامتي إدميركي أسارنا أيوس هو دري نعم فقلنا له حانونيري عبد الله بحضها يا هذا الكسك عبد الله بن دينار فقلنا له حانونيري أصلحك الله الله هو ناجيو إنهم أيجا العرب والهرباديو وهم أيجا يرضون وحيكون على النغضان باليسير وحي ركوبا وحي رديئة أتاكتو انت سيكون على النغضان إمحاد محمد دميركي أسارنين iyo imaamadaada qiimaha badnayd aad farta ugu saartay ninkan weeyaan faqaal abdullah ibn umar wuxuu radiyallahu ta'ala anhuma in hada kanayto kana wuxuu ahaday wuddan wuddan mid jacal ha li umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu warda waday ayulaha saahib ayulaha weeyaan radiyallahu ta'ala anhu wa inni anigana sami'tu waxaan ka maqlay rasuulullah rasuulka sallallahu alayhi wa sallam yaqulu rasuulka muhammad dhihi in abarra al-birri baarinimo waxa ugu baarinimo badan oo ugu wanaag badan silatu rajuli qofka inuu xiriiriyo ama ninka uu xiriiriyo ahlu wudi abihi abihis dadki ay isjeclaayeen ahalkooda inuu xiriiriyo ayaa baarinimada tan ugu weyn kamid weyn ahla wudi abihi abihis dadki ay isjeclaayeen ahalka ay isjeclaayeen inuu xiriiriyo wayan wa fi riwayatin riwayatu ali ibn dinar abdullah ibn dinar oo uu wariyay nafteedana ibn umar uu ka wariyay أنه ابن عمر كان وحوها إذا خرج مركو محوها أو بحا إلى مكة مكة أما عمرها أمها هذا حج كان وحوها له كان وحوسك رضي الله إساقا حمار دمير ويتروح عليه وكنسته يتروح وكنسته عليه إساقا دمير وكنسا جري إذا مر لها دو كداله ركوب الراحلة هشفوا لتان كذا هشفوا أدبا أولير تواتقانان سعود كذا حتى مركا روح لقيا بإنو قفكو إلى داله مركيا تاسو كداله ayuu xusameen jiray amaba uu ku bedelan jiray markuu is yiraahdo bal hasha ku daaqdo amaba ku yarnasato dameerkaas ayuu fuul jiray radiyallahu ta'ala anhu warda naam yatarawahu kunasta alayhi isaga wayan ida amal hadu ku daala rukuba arrahilat hashfu litan kada wa imamatan imamana waxa usugneed oo ya shuddu ku adkaysta biha iyada raas madaxiisu ku xira wayan xiritan wa maxuu aha shuddi shaddigas ku xirta madax wayan فبينما جر هو اسغى يوما ما على ذلك الحمار دمرك اسارنيه اذ مرت به اذ مر به حصومري اعرابي نرر بادي يا صومري فقال وحير الست فلان ابن فلان سهبل ان هبل متهدنيه قال وحير بلاها فاعطاه كدبن وحسيي الحمار دمرك يفرتك ساري فقال وحير الكب هذا دمرك فول واعطاه وحسي الامامه امامتنا وسيي وقال وحير اشدد بها راسك مدح كحره ومدح كعد كيسه ويان فقالوا له بعض وحيرهن فقال له حويرهن فقال وحيرهن له ابن عمر بعض اصحابه اسحبتي عيسى حبديس ادتك لا سعودي قيب كم حويرهن غفر الله لك دمك الله ضافه واصلحك الله ذي لتوتي اعطيت واسس هذا ان كانيت العربيه الباديه حمار دمير باسس كنت اده تروح بضم التاء وين تروح مد محوها كنسته او محو كو دالبجيو عليه دشيس اي وامامه الامامات اياد محو اياد سيسي او كنت اهيد او كنت اذهد اديك تشد مدكو ادكيس بها اياد راسك مدخدا فقالوا حين اني انا سمعت عن كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يقول اسغولا ان من ابر البر بار نمت انو بار نمدان وها كميده ان يصل انه حريري الرجل قفكه اهل ودي ابيه ابيه زدتك وجعل انه حريري ويان بعد ان يولي مركو دبر جودي اود غيريود كديب ويان وان اباه نين كان رباديه ابيهنا
كان وحوا هذا صديقا صديقا صاحب يولا هذه لعمر رضي الله تعالى عنه ابن عبد الله بن عمر وحليه أبيه عمر بن الخطاب يا نين كان أبيه أي وذاي صاحبها ويان صومالي وذاي دأب وقون جرين وحلاقي يا با إن رير كان قلك كلا ولي بخاصة أيانتي ولماذا يودتك طريقة خاصة صالحية دي وحيا باس أيش حرين جرين وحلاقي يا بقف كان إنه يهي قبيل فلان كان أوي هاي قبيل فلان كدبنا لبض إن أي صاحبيهن لبض إنه صاحب مركو حال إلى هذا وذاي هبل وذاي لي هاي هبل كدبنا حولها نين كان حولها نين كان كلمة دونه المهن نين كان المهن ولا لي سويستان هذا الرئيس سويستان مركي جبر لقى صوتنا كان وين محوها اللوجو يقفتي إيه محوها جباتي إيه سوريا دي وحلا بحنجري وين لوجي بس كقولنا مهن أنت ويسود دوات إلا هذه نجرتين كلام قن ما بد ما لقي مجدته وجدت صمة مركا ودي إنه عصوى ودي إنه عصوى يعني. نعم طيب الله أكبر حديث كسدح بقولي سدح يا فرتنات وعن أبي أسيد بضم الهمز وفتح السيني مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال حير بين قر نحن أنا جلوسا أنفردين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه حوي من رجل من بأوي من ومن بني معيدين قرن سالمة بكسر اللام ويا فتح صحمه من بني سلمة فقال وحي يا رسول الله يو هل بقي ما هري من بر أبوي اللبض إذا شيء بار إنما ضوضا شيء شيء ما هري وأبرهما أبر أبو أبرهما أنو بار إنما سمي به إسجا بعد موتهما مركي جري ذا كذب فقال وحي نعمها الصلاة عليهما دعاء له دعوية والاستغفاء الصلاة الصلاة لهما صلاة أمحوها لو دعويه إيو الاستغفار لهما لو دم دافويديه إيو إنفاذ عهدهما بلانتي أي قالين أولا أوفيه إيو حلمت عهد قاس وصيادي إدردارنك وصيلة الرحم رحمت أولا حريري التي تصلاة صلاة الحريرين إلا بهما جوغتان كود إياك درتوت مو ينسيكنا لو حريرين إلا حريريه وإكرام صديقهما إي صاحب كود لابد ذي محوها صاحب إن لكرامية انت بارني ماذا مركه هرسن اي كميته هو محل شاهد كان جدا رواه ابو داود ضعفه الالباني في مشكات المصابيح حديث كمركه سندهان او ضعيف ويان حديث سندهان او ضعيف حديث كورن ده مسلم ايا وريي رضي الله تعالى رحمه الله نعم او حسوني روى هذه الروايات كلها مسلم نعم حديث سدح بقول يا فرتني يا فرات وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حيث عائشه ما غيرت كما أنا المسير على أحد قف أما مت على أحد مت ومن نساء النبي النبي حاسس كمدة ما غيرت أنت كما سيري على خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها خديجة أنا كما سيري وما رأيتها قط ولقين ما نركن ولكن ورك لقول لابي كان وحوها النبي عليه الصلاة والسلام يكثر مدبضي ذكرها شكشك ذا ينبي بذنجر عليه الصلاة والسلام وربما وحدعك جرتي أما لقيابا ذبح إنو قورع شاتا نيف أري إنو قورع ثم كدبنا يقطعها إنه جرجره أعضاء حمين حمين وجرجره ثم أنت كدبنا يبعثها ومحوها أدره أدو هديه أدو محوها أجيه في صدائق خديجة خديجة صاحب يالكت والنبي أقيبي عليه الصلاة والسلام فربما وحا محوها إلا قيابة قلت له إن أعودها كأن لم يكن وابا أيضا إن أهان في الدنيا الدنيا ذا امرأة هويني إلا خديجة خديجة مؤين هوين كأي حاس كلا إيه دوما كلينا بجنويا نمحوها حي تارنتان قف كلا أو حاس أم هويني كلا دون جرت وما جرت مي أساسا إن الله أيا دعك جرتيت رضي الله تعالى عنها وضعها فيقول كذب النبي قال نحولي إنها أيضا كانت ساسبيهي وكانت ساسبيهي وكان لي منها وحي قسقنا ذي ولد إلهنا عرب قسيي سبحانه وتعالى متفق عليه وأذكرنا إنسان هل شيء هل موقف ويعمحوها هاي سمي سي أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها بل دبها الوفيري ونك النبي قال عليه الصلاة والسلام انتو غارح رقاري كدبنا هل كان لقبتي لعم جوجي نفت أي قبتي أي سقو محوها ساس قلت لي رأينا أدمحوها يقولي قصو رحد عي نفت أي هايزو كدبنا أتكب الله بي لقد خشيت على نفسي نفتي دا ينبقي حالت أدقو كجر النبي عليه الصلاة والسلام ما حيكون ترمت غنا كلا هذا الكاس يكب اللوضي والله إنا دعيني كلا حبك يا بني تري والله إنك لن يخزيك الله أبدا
أذكى ومحمد إلهي ولجيسكم محوه جناي محي لي صفاتك ونعكسناي وشكتي مركي الدجيز كذب مركي بايلا فكتي هي وجيسي ورقة من نوفل موقف كذا إخواني في الله وتكلم كرتان وحول الأجه مركا قف لم يدمجر خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها نعم قف لم يدمجر ويا نعم مع ذلك ما يأركن وين كما سيرتي سبحان الله وعجيب قف كي مركا لو حاصلة أو إسلام ديسي كلا مركا إسلام تكلا كو أكشك شيء كو الرمى يا كاسو عرم علينا محوها ما نلاحظوا عنك أي موقتوا عبالان شوشيال ميديا حيوا يسوق القليان حيليه هين مركا وانا مركا عرين لباب كاروك مركا جوغل لشيء دم ملا إسلام تيو جكاد كجرت هيا نينكي ملاها ناكر ورمى ميا ما قانا ميسا ناكر وقبي أمور ربي جكاد وقلي مركو جكاد وقلي وحويري مركا هذيك المها ضوطن سيدي قلبي قاد هذا هو صانغ إن هذا جعلاته مركا ورد رأي شاكتي على العموم وحي عديسي إن قلبي قاد المها هذا طبعا قارين هذي حتى طبعا قاران قلبي قاد هو صانغ لما أنا وذي جعشة أو كان جعشة أو كان جعشة مدول بأي جعشة سنو حوي مركا هذيك محدد ديسان إن أفر ناقود قلبي قاد إنك هو صانغ إنه أفر هو صانغ محدد كدي ديسان مدي أي محاوي بصلي حكوا جري جلسة وبدأ وناك الجريس شلوك كو نينك الله ونحرس مركو حير هذا نينك وح في عنات شقي لكن وحير هذا ماشي هو يستأجني أيه مال خلا ده هيد مال خلا ده هو يستأجني مركو وركات شقي سقى قول كي يفدي ماله جوج إنه شقي لكن جكده سوى كجرا سلعت مركو خطره مركو هو بيسنت أنا وحط هاي ورا الله ما قرأت مركو أيضا هو بيسنت أيضا ورا الله دي مال سقوط كتار الله دي الله مركو خطره مركو مركا دمرك مسير كذا وحسه لنا مع مركا واتقرن إنسان أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها غفك ذك سنتي ويانا والنبي عليه الصلاة والسلام تتكي هذا وجه الشيء لي مرك اللي يري عائشة وير ومن الرجال أبوها واتقرن إنسان ماشي النبي أيك جوت عليه الصلاة والسلام مع ذلك راشين لسعودي بي أو حاسس كذي متكلم داي سعودي بتي أنت اللي طوق على طاي هل كسب كلا تورتي والك جبي سي عندك كلا فين دسي النبي عليه الصلاة والسلام محيري سلام تاس إذا بملان مير كلا والله حود هاي غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم عنا ذي الأروريي كدي منو حير هلا سوق هذا حير ذي هي صحفذي عائشة اللوجي محوها هاي جبدي كلا والله قص سوق هذه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مركا غير هذا مركا سجل تأسلان تاس مركا محوها هاي أم المؤمنين خديجة أو هرتاد جريوتي ما بيك شك وشجع إيه صدق هذا وبحناي أو حيل هذا هو اللي يسان وغير هذي سلان كلا محوها حسكيسكم غيرونين رضي الله تعالى عنهن جميعا نعم أمهاتنا لما أنتوا أنا مركي لقاها أمهات المؤمنين أنا فعلا وأزواجه أمهاتهم يعني أنا هو يالك رب أو حقيقة نعم نعم طيب وفي رواية الرواية أنه وإن كان وحوها النبي عليه الصلاة والسلام لا يذبح مد قور عشات نفرية وفيهدئ وهدي في خلائلها صاحب يالكيد ومنها في خلائلها صاحب يالكي قبله محوها خليل كي صاحب الله ما يسعهن منها أي من الشات نيف كاريقها ما يسعهن وحواسع نغضاء كفلا ويا انتي أي محوها وقاري كرو وفي رواية كان محوها النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبح الشات نفرها دوقة ورع يقول وحده هجري أرسلوا وحاوي أدرا أوقي بها يده وقيب كمدوي طبعا إلى أصدقاء خديجة خديجة صاحب يالكد أقيا ويا أما نافك بوقيا وفي رواية قالت وحيتري استأذنت وحائذ ويديستي وإن يصقش ويديستي هالة بنت خويلد أي لالتي خديجة بنت خويلد أي لالتي ودماشد النبي عليه الصلاة والسلام أخت خديجة على رسول الله بين نبي يصقش أي كيد ضربتي فعرف وحق نبي قرتي استئذان خديجة عدكي لا بد عدو أسليين عدكي هالة يعدكي خديجة أي أسله والله ولا لا مرك النبي يقول حلو مرك حسوستي صوتك خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها نعم فعرف وحقت استدانة خديجة خديجة إذن قوي دي سنجرتي فارتاح لا ذلك أرنك أصقع النبي أدبو دير صدي ويان أدبو أرنت إذا سفي عمو نبي دير صدي أدبو جعل هذي إنه عدك أصمقلا ويان أد فقال وحير اللهم الله يهالتو بنت خويلد قبل أسوى هالة وين خويلدها تحل رتويان خديجة رضي الله تعالى عنها وارضها قولها فارتاح هو بالحاء وفي الجمع بين الصيحين الحميدي فارتاع
فارتاع معنى هذا محوي مركب العين ومعناه اهتم به النبي أرنت أيضا وحوم وجي اهتمام إيه ودنين ودني النبي عليه الصلاة والسلام ومحوي أرن وين أهان أي ودني عليه الصلاة والسلام عدك أصقع نعم النبي أنت صحو روا مركب إنه حريري حاس كيسي وجعل ودعوة دين تنلصو تاكتي وحبض اللصو قبطي ولا شهد إنه حريري النبي عليه الصلاة والسلام أيد مركب كلدن لهلك زي مركب محل شهد حديثك ويان حديث سيدح بغلي شاني أفرتنات وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال حير أنس قال حير أنس خرجت وأنبحي مع جرير مع عبد الله البجلي صحابي قال أيان لبحي في سفر سفر بان ولبحي ونوين جرير مع عبد الله البجلي وأن أدوين أنس مالك وأن أدوين نعم فكان وحوها جرير يخدمني مدئي خدمي وإي أذيقه سفر أسجرنا سقع ونذكر سقع قريه سوقري سقع به وهكذا وهكذا خدمة سيقع تاقل فقلت له عنوري لا تفعل جريرو أذيرو ساح سمين فقالوا حيريني أني قد رأيت حنرك الأنصار أنصار يا نركي تصنع كسمين إيسا برسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم شيئا شيئا كسمين إيسا أي نركي أو إكرام كرامين يسولوين يوينين يقرقار النفط توضي أهوريان نبي قد دفاع إيسا عليه السلام هل مان ميقان طبعاً يسدح نمبا مان تأحد تتكبضن أي نبي عليه السلام يقول هرتاقن نمبا كالدفاع وتقي ننك للدفاع وتقي ننك للدفاع وتقي وهكذا مركو حنر كوير شيء أي سمينا يا أنصار أي كسمينا يا نبي صلى الله عليه وسلم وناجيه ترضى بنا يمت كم يدوشيجي نعم أيان أركي كدبنا أليت وأنا أرتي على نفسي نفسي دحان محوها أن وقلت أرتي ونفسي إذا أنوشيجي ألا أصحاب إنا لساحب أن راع أحد قف أو منهم أنصار كم إذا إلا هدي أجرتمي خدمته إن أنو خدمة يه أيان محوها نفسي إذا أن كلب الله ميويان متفق عليه خدمة الله جابا جهاد كي يكلق يبغى الله جابا وحوي ينبذل جي أيك الله جابا إطاعة يريتان كوركيس أيان الله جابا حب جي قبائل إيه سيدا النبي قل جعل عليه يعني قل ما تريد أنصار دينتان قام على أكتافهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بمساندة المهاجرين الأولين نعم رضي الله تعالى عنهم حد باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم باب كان وحوبا بها إكرام بيت أهل بيت رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم أهل بيت كيسا أولا كرام أيو بابي هاي إيو بيان فضلهم فضلك أيليهن أولا عدي أيو بابي هاي ويان أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم وأدقرنا إيسان وحان نمبر ون كان نقنا أزواجه وأزواجه أمهاتهم أهل بيت كمان نقنا نعم ساسي نقنا ويان قال الله تعالى لو حير إنما يريد الله الله حدونا ليذهبانه إن كتكسي عنكم أنك حقين الرجزة قرنك إيو سخد إيو حمانت إنو إن كتكسي أهل البيت أهل بيت يو ويطهركم وإذن نظيف يو تطهيرا نظيفا أول بحمانة حسي معنوي بإنه رب سبحانه وتعالى إذن كقاضه وأكتنا لوأركنا يرب دوني سبحانه وتعالى وقال تعالى لو حير ومن يعظم قفك ويني شعائر الله إلهي شعائر تسقفك وينيه فإنها أيضا وينين أيضا من تقوى القلوب قلوب تبقيتان كذا كميتها وين وقلبك إنه ربك حرية سبحانه وتعالى وحيوان لقرت حكمده إنه شعائر الله سبحانه وتعالى وينيه عاو مرك قولك وسوقلي شعائر تلو حكمدة الكتب هذه من شعائر الله وحكمدة وكون القرآن الكريم مصاحفتي يا كمدة سوسامة إخواني مثل سكودي دن يا أكبر شعيرة قرآن كويا ما أذكر نيسان مصحف قرآن كبار ذكر نيسان هي ما أردت أقولي جين هل كان من بركو هل كان لصاري ماشاس أحمد سارين هذا بس أوف ماي شلوك تلصارة فيري أحمد سارين سأقول له شيخ سأقول له شيخ سأقول له ماشي كرقت ها كرقت ها مسارين ها قرآن مسارين مش هيا إخواني إن مركة وحويان كتابك الله سبحانه وتعالى قفك إنو ديقر قلك إنو ديقر ماشي عقدي السارة يقولي أما بقوا أنتم محوها كتابك قرآنك هذا ماشي ومحوها إمامك أما خطيبك ولوك تسارة يقول سارة أرنت أيضا إخواني بالكور رمى وخلت بجيس أرنت أيضا مطمئن أي وكن نقض كور رمى أرنت أيضا إخواني في الله سأرن على اسمها تعظيمك الله سبحانه وتعالى قفك إسقى أما وغافل وقفه المام سوى أما وقف أي كجرن كتابك الله سبحانه وتعالى إذا قاد أود ماشى لقط هذا دقي سيات دكتو أما أود ماشي ومحوها خطيبك دقي أود دكتو
دعوة إيه دين إيه سلفينما إيه طالب علمينما إيه عبادة أتشاكتو أرنتا إذا الله إسقوان إخواني في الله ما أهن أرنتا صورت وار نمبر ون كتاب القرآن إخواني أنا دو دادال حتى وحاهبون وحان هبونين إن حتى ماشي قراء لغو فريسان وصلك لسارة إن لسارة هبونين حتى حالقي أبا حجاج تقار اللي إلاده المكان طاهر ماشي وعمل نظيفة ولوكت هذا صور نظيف مركب صورة لوكت هذا صور نظيف ما ها مسكود دي دنا مركب لوكت لا صورة نظيفته كتاب قراءك من صارك على لوكت عياذا بالله يا مركب وحجة واهية أدو اللي دنا dadka walaalaha qaar ama dhalinyarada qaar oo xamaasaysan waxa weeyaan kitaabku bub ka siinaya hadda way la roonaaday berigii hore ayaa aad ay xalad u adkayd markuu bub ka siiyo tiray warbaxad u yeelaysa wuxuu leeyahay mashwa daahir al makan daahir warluqtada waa daahir kitaabku quraanka saar markaa arinta ayda ikhwaani fiillaah wa arin runti aan ku liidanay waxa lamid ah awciyata al ilmi kitaabka ta'lim al muta'allim li zarnuji iyo kitaabka tadhkirat as-sami' wal mutakallim akhriyo وحيابها آذاب طالب العلم حكمدة أن يحفظ الإنسان أوعية العلم حتى إسكده كتابك قال كلا جلي واتقان وقمدق ولا جلي محوها كتاب قرآنك إلا جلي حتى إن لا إله ليه علماء فريان إسكده في كتابك هذا مركة صلاة مركة مغربك لا تكون أي إمساق فور كتابك أي وتين ألك ويل يا مشكلة إذا نايس تعرفين حيتها حتى ما كوفيدي رجلنا هنا الموضة تامبا ama madda ah waxa jeegid mid aan yaro muxuu ah ama madan ahayn oo iska on muxuu ah waxaan ku magacaabi karnaa ma qaadaba tarad maxay waxa lagu sheegi karaa tan ya wa iska on muxuu ah diifiskiga tirtir iyo fashion iyo waxa tiradaba tan xitaa lama wad oo aqal shay qof inuu iskuula laabto science school laabto oo ka dibna muxuu ah oo kitabka ku karamay oo saas u saara xitaa moodan marka waa imtixaan ikhwani fillah arimaha ayaga ah waa arimaha aan u baahanahay anaga maadaama ana xadiis nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam aan digayno on muxuu wada mudarasaynino in adabti an yeelano ayad quraan ka buu halkaan ayad quraan ba budka labad gabi ka waad u jeedan kadibna bub luka lagu turaya hatta kutubta nahwada ya akhwani fillah shawahid wa darakteen ashawahid xiyabaha ugu badan soo deejidan muxuu shawahida wa quraanka iyo hadiisa iyo gabaygi niminka raa arbeed qabla man kam alqarn ku xaqiga dig markuu was qarn raabi xaqiga dig laakin ayad quraanka budka إخواني ما كأرنت أيضا يان لفوضي سني وحن عسني جزاكم الله خيرا ونفتي دي نفتي نبكل هذا الدار ميا كتابها حتى هدية صدى هذا ميل الرأسو ميلها كتاب القرآن كلا صار قيبة ذكر ميل ولا الرأسو حتى علماء وحوي نوع قال إن كتاب القرآن كلا جسر مريوه كتاب علمي جاء وحال ربا هدية حتى علماء وحوي ليهم كتاب النحو دول كان يلو كتاب حديثنا أويلة كتاب القرآن أويلة ترتيبكم حوية إن هوصل مريوه كتاب النحو ذا كديمنا لقوا حجيو كتاب حديثك كديم لو خجيو كتاب القرانك لكن هذه العكس ميس لما اوغلا marka arinta ida adabtas ya akhwani adan ugu dadana laakin rag aan koofiyada wadan maxay sameynaya hadii tabar kale weeydo qof agtaada dhigto asna ma dhigtay aqdigo dul saaro ama hadii kale waxa sameynaysa meel uu ku soo hoobsa kitaabkaaga ama baqamdi anu sameysanaba garabka noo sirnaada sida dhaqanka caadiga ah tasayid albahnimada ay ka yar hor ibaad wax yeelaysan marka bal kitaabaha ulka laga qaaday akhwani fil arinta ayda runtii waa arin diin ah arin diin ah haqiiqatan kaftan ma aha arinta ayda waa arin ta'dhim ash-sha'air sha'air Allah wa ma dhalika man yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwa al-qulub hadi kitab quraanku sha'air ta la noqon waayo bal a'dhamuha wa hadith nabigu noqon waayo maxa sha'air noqoni naam raga farat taagay maxa u taagaysin raga farat taagay hadlin la ها فضل ها كب مش كبه ودي غيره وامتحان كما يرى اخواني هذا موقت قولي هو راح يكون في عين كبه لما ودن جيرن كبه لو سو تاجي جري نجاسه هي مسدوا حق بنانك لو سو تاجي جري لكن هذا كبي وعن كودنا dimin tuugal yira bananaa no fariisteen marka bacyaalki aan ku wadana bacyaalki marka waxa mararka ayaan dhici karto in ay istaabtaan qofka marka waa inaad ku dadaala meesha uu ku sujuudaa taqriiban inuu ku dhaweeyo maxay kitaabka marka waxa u dhiga kabahan oo muxuu ahay meeshi lagu taragalay kabaha ikhwaani rag in badan waxay sameeyaan walaalaha muxay dhigan meesha hore kabaha maaha wada tahta qadamee
تحت قدميه الربا مرك حديد كبائر عاد وين لكن وحير هري اسكير درج كاد فريسن كرنو كلا ودي وحي موقت هاي لا يكلف الله نفسا وما جعل عليكم في الدين من حرج حرج كان دي لما اوغلا لكن كل يقف كينو مخو هاي موازنه سمي وارن مهمه ان شاء الله تعالى ان اسكو غان ارنتيدا بارك الله فيكم مد بدن الله بل ميل اناد مخو هاي باش اد كل دعده لسو مرك اله عاو يسو غلي dib badan way taagtay xaqiiqatan oo dad badan oo liba akhyaar oo ahlu cilmi ah ayaa arinta ayda baraarujin badan oo rag ma la hadashaan dhalinyaradan kitaabaha dhulka qubaya oo imtixaanka ma la hadashaan maluka adii mar baasha moqta cilmiga hal mar la moodo qaato ee markii wax la nahaynaan hal mar dadka dhinac laga lama mar baasha way u baahan tahay tadarruj iyo marka waxa dhici karta in la yiraahdo dadka wuxu san aayadu haynin wad hadiis u haynin oo muxuu ahaay al khulafa ar rashidin ayna ka hadlin ayu wadaadka aan noola imaaday waa dhici karta hada rag inay saasis leeyeen soomaa وابد الاعضاء وطاهر حجيج وحكمه وطاهر لكن سحمان شعيرت الله كميت مرق ان لويني اخواني وارن لغان لغ مرمين بارك الله فيك طيب حديثك سدح بقوليه لحيى فرتنات وعن يزيد بن حيان قال وحير انقطعت انطلقت عفوا وانت جاي انا انيه وحسين ابن صبره ايه وعمر ابن مسلم الى يزيد ابن ارقم الى زيد ابن ارقم بان اني سدح دنغه وسسونا ايان صحابي زيد بن ارقم ان اني فلما جلسنا اليه مكان كيس فريسني انو فريسني وركتي استغني قال له حسين حسين وحكيري لقد لقيت وحلك انت يا زيد زيد خيرا كثيرا خير بدن بعدك انت رايت وادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله دركت او سمعت واد مقش حديثه وحديثك هذا مقشي او غزوت معه ولد شيء او صليت خلفه قال شنو كنت كتي افرت فضيله يا الله سبحانه وتعالى لقد لقيت يا زيد زيد وحلك انت خيرا كثيرا خير بدن بعدك انت حدثنا نوغا ورن يا زيد زيد ما سمعت احد كما غشى من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كما غشى نو شيخ حديث النبي قد كما غشى نصيب بعد لنا النبي ما ان اركن لما تكنين لما جهاد وحب كما ان دغيسن وهكذا مركب الاديق نو فائده ويان وحد النبي كما صلى الله عليه وسلم نعم قال وحير يا ابن اخي ويلك ولالكي سيو وي اما ولالك ويلكي سيو والله بان كررت لقد كبرت وحاوينات سني دادي دويناتي وقدما وحا هرمري عهدي زبن كيغن وهرمري وددكي الى وقتها وي قلبدين ونسيت وحان الماء بعض الذي شيء قاركيس او كنت انها اعي مت حفظيه من رسول الله كحفظي صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم وحان الدين والرمى وحديثه اني شيغا فاقبلوا اجا اقبل وما لا وحان الدين شيغين ان كامسنا فلا تكلفونيه هايغو كلفنا او هايغو درقينن او هايغو قصبنا ويان دوشايغا سارينا ثم قال وحيري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما لا يستغ فينا دحد نغو استغى خطيبا اسغو خطبينا بماء بي مل بي لغا عبا ايان جوغني بماء بي او يدعى ليرادا خمن خمبا ليرادا غدير او غدير خم ومال بي لغا عبا غدير كو ماشي بي غلينكو بيها اي غلانو qabarka ama dhaha ama meesha maxuu ahaay madaxlada dhaama ama ila dalik meelaha biyaha ay galaan wayan marka meesha ayadoo khum la yiraado ayaan joognay bimaa anbiya oo yudca looga yeero khumman oo bayna makka wal madina makka iyo madina ay u dhaxayna wayan biyaha waxay ku yeelan meesha khum la yiraado biyaha ku yeelo makka iyo madina u dhaxayaan wayan nabiga ayaa marka calaysa istaagay meesha ayadoo fa khataba oo khutbay fa hamidallah ilaahi bumma hadiyi wa athna alayhi wa amana wa wada nabiga dadku wacdiye wa dhakara oo waaniyi thumma qaal wa hiraama ba'd anta kadib ألا هو يا أيها الناس ورددوا فإنما أنا بشر بن آدم وأيانا هي يشك وحامحو أهي دو أو لغيابا أن يأتي إنو إيماده رسول إنو إيماده رسول ربي ربك أذكي سنو إيماده أو لغو يرى إنا محو هاي نفسي دل قبله فأجيب أنا جيب وأنا أني كان تاريك وحالينك قتقيا فيكم دحدين وحالينك قتقيا فقالين لبع العلس أيانك قتقيا أولهما لبضت كنوه الرئيب كتاب الله ويان سبحانه وتعالى فيه وحاكسوا كتاب الله الهدى هنون باكسوا والنور نور ياكسوا فخذوا قاتا بكتاب الله كتاب الله قاتا واستمسكوا به كدقا وقبصد ويان فحث النبي حدث كبوري على كتاب الله كتاب الله إن لقدقا لبرت الله حفظي لقد عمل فلا استشفاء القسم يوم إلى ذلك أي النبي عليه السلام أمري ودت كبوري ورقب دتك يجعليسي فيه كتاب الله جعليسي ثم قالوا حيري وأهل بيتي أهل بيت كيغان وارنك قتغي وأهل بيتي أهل بيت كيغان وارن علس وارنك قتغويا أذكركم الله إلهي بان إنكو حسوسين
في أهل بيتي أهل بيت كيجا أيان الله إنك حسوسني يا إناد إلى لسان إناد كراميسان إناد رعاييسان إناد نحريستان إناد محوي وينيسان ونن جارين عبادة يوم حوها وحياة الدين تأي وقلنا جارين طبعا يعني يا سبحانه وتعالى إنك حسوسني يا أذكركم الله إلهي بأنك حسوسني يا حسوسني في أهل بيتي أهل بيت كيجا فقال له حسين وحويري ومن أهل بيته يا زيد زيد أهل بيته سوى قوة نبي أهل بيته سوى قوة أليس ميين هن نساءه الناجيزة من أهل بيته أهل بيته سوى كمن ماهم نعم قالوا حين نساءه وين كيسة من أهل بيته ويان حاسس كيسة أهل بيته سوى ويان شك ملهم ولكن ورك اللي قلها بي أهل بيته أهل بيت كيسة من ويان دول حرم لقى حرم يا الصدقة صدقة لقى حرم يا بعده كذا شيء قال وحير ومن هم وكو وكو ايه صدقة لك حارن يلي ايه زكادة زكادة صدقة وحلو جدا زكادة وحلو جدا ويا قال وحير هم ايه آل علي علي بن أبي طالب محو أهل كيسوا وآل عقيل عقيل بن أبي طالب أهل كيسوا وآل جعفر جعفر بن أبي طالب أهل كيسوا وآل عباس عباس بن عبد الله مطالب أهل كيسوا قال وحير كل هؤلاء كوا صوتا حرم الصدقة صدقة ميا لك حارم يلي قال وحير نعم ها ولق حرم يلويان رواه مسلم حديث كان وحديث عظيم القدر جليله لما مسألة مركنا أن كبأ محوها كيرا محوها إشارة يندونا مسألة كوبات أهل بيت النبي كان عليه الصلاة والسلام فضلك إليهن يحق أن يقوليهن يواجبك نقصر انتجاههم وحادوا وين ويان لذلك قفك هدية دركته هدوك يرى أشراف بارنا هاي سومالي دواتا قانو ولي بدأت كان دنبه دلن يرد الدنبه ودعادة مركي أشراف لا إله ذا بين بوشيجي أو قالوا فلان ويان وسكش شجاني ونن كان ونن مذو أو صومالي أجرمو محو أشرافنا ورنبك على سأل جيسي حقيه وحاسكي مادن حول الضوم ويان باب أن لوجوجين صوما قارنو حي بس من قاعدة لا إله ذا قامكو سميسة مدفقي محل لا ذا بعواش قاعد رؤوسه مين مركا قامكو سميسة سمين حال لا ذا الشريف من شر نفسه الشريف ها ما فيكش ميها من شرف نفسه فهو شريف مركا باب كذا يسمى أرين تأيد إخواني في الله أرين دين أهمها وأرين خلده هدي أدخل أختار الجفو ما دخاترت كل بالله وخربيني نالو دوان وما يه هدي قف ما جع أشرفكو قربت الله له أو ما أشرفت ما بعده حكوي ديست الله له بين على الله له ما جع أشرفت على بربوريني ما قالوا بيت كيرنا الله إنكري أرين تأيد صح ماها في هذا المنبر هل كان منبر كان وأن إنشأ قرآن سيرف عبد النور نسأل الله يشفيه ويعافيه وأن يرفع قدره في الدارين أي سؤال بلغ ويدي إن آد وحما سيسنو أشرف لماذا الله الله يرى تقال سن أي ويدي شريف وحيري من برك هل كان أيضا سقاش لي وحام فيلي أفرتي ميلاس إلا إيشان دماغا ميلاس أيضا هل كانوا كويدي وحيري شيخ تذكر أشرف الشيخ تأي باب كان إي وحان سي أشرف كويهين وحا ديقا وحبو وذاتك إن الله يرى وحما سيسنو وحبو شيخ تربضل مركز الشيخ أدب وحناق شريف كن أدب دلقات بدر حليم وعي صلى الله يشفيه أدب وحناق مركز سير وحات شجنا يسا قرع إيه قنصح إيه جند إيه ميجان إيه فلان وحبو شيء جيد ترى بدر وشجع أنت صومك عاد شجنا يسا أود محوها هذه قد قبيل فلان بنا وفلان بنا وفلان بدل ذا يو عد كذا بهلي أين يجرين قف كي النبي عليه الصلاة والسلام نسب كيس الشيكته أو يراه النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيام محمد نسب كيس جلية أو فاطمة بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولادي ذي حضر العظم والحسين أيان كجوغا محضة بسعته مركز حسود الشذي حديث كأها اثنان في الناس بهما كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت لبض الشيء ومحوه هاي وكفر كفر طبعا قال لماذا خروجك ما هو كفر دون كفر ودم بأدوين مركز وحاويا نقفك النصب كين للدورة يقفك مركو جيريو ذا إن لقود أويه أي سود ليش ذي نسأل الله يشفيه ويعافيه مركو حق لجوا ذا مسألة ذا أيضا مركو آل بيت إخواني في الله هلا كرامي وحق هذا هلا أقاده أو حاويا هلا نقول هذا أو حبضا حقوق بضم بيليهم النبي عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي وأذكرنا إذا مركو حب جودا وإيمان بغض جودا ومنافق نمو وحلمت أيق الأنصار من كلي هذا حبهم إيمان وبغضهم نفاق مركا الرماء يا إخواني هلا وقاعد وارين دين يعني الله فهمن أن الو قرابت إيو كوا محو هدي أدرت كوا أنت تصبح وين قاطي ما قاعد أشرف كوا قرابت أو ما تقول دعاء أو كوا خيام أو وما إلى ذلك يكوا بحن هدي أدرت قف آد وقروين أما إمامة قروح صوت أو كدي من التوجة أو بين لا أو خربا جر أردن هلا حرم يلد هم يه
ma koofiyo dhani ciimada hal turmiyadeed wa maya marka tan waa saaso kale marka aalo baytka nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam waxay leeyin xaq oo aad u weyn ogaada arintaydan ogaana hana lo dhowro halo dhaqaale oo hatta hadii aad kaadan halo nuglaado hadii uu tabii xun ninka ashraafka ah oo aalo baytka halo nuglaado xaq ay leeyin way akhwani fillah marka arinta ayda ayaan lo qaadanay wax iska un muxuu aha meel laga soo aruuriyay mas'alada labaad waxay tahay khumkan booska niminka la yiraahdo raafidada waxay qabaan meesha 12 imaam oo nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam oo macsuumiinta oo la dhowray meesha muxuu ahaa nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam ku cadeeyay oo ku yiri rag ayaga ayaa khilaafada qaban doona Cali ka bilaaw al-Hasan al-Husayn fulan 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 ila alladhi fi sirdab Muhammad al-Askari ila laga gaaro inta ayaga meesha uu nabiga ku magacaabay inay meesha ay tahay qaban xaqiiq keenin shaydaan baa waxyooda marka bala badan bay marka ratibeen marka taana aydan hal ogaada waxa kale loo ogaada ikhwani fillah yey naga xigsanin aalo baytka shiicada yey naga xigsan aalo baytka shiicada waxyaaba hada shiicada ay runti ku faafayaan waxa kamid ummada ka soo galaan waxay leeyeen aalo baytki ayaan u taaganahay al-Hasan al-Husayn al-Husayn aqfiraha lagaray yaani aashirada marka lagaaro waad aragteen Husayn mar aan Bahrain tagay oo igu horeeyay maxuu intaan tagayaan habeen meel barin waxaan ku aadnay marka aashiradi sidee loo joogo hal mar magaalada dhan baan soo raaqday dhan waxa isleeda warmadan intay Bahrain wadada aad u yar oo taqaan meel yar oo kooban waa kumanaan kun oo dhar wada madaw xiran dhamaantood min ar-ra's ila aqab oo silsilada wataan oo durbaamo wataan oo feeraha garaacayaan markay feeraha hal mar saas ugu dhuftaan waxa leedahay waniminka qof nool qof noolaan daran ku jira say isu garaacayaan nig wallahi yaabe shaydaanka baa u kaalmayni moqti marka waxaan kala jeeda intaas waxay leeyeen aalbaytka aanu gargaarayna marka aalbaytki aan lagala xigsan waxa yeelaysan niminkaas aanu diidna aalbaytka oo ka ilaalino oo muxuu aha aalbaytka xaq ay leeyeen aan siina aalbaytka la loo sheeg in badan aalbaytka kamida hadda waxay raaciyaan shiicadi ay raaciyaan waxay raaciyaan cid maxaa weeyaan oo cid u nugul cid u roon cid dhaqaaleyne aalbayt waxay leeyeen khumas koodi aan siinayna khumas ka hadal aruurin alinka soo aalbayt sheegta hadii aad maanta intaad baxdaad Iran tagta aad duubato tirada aalbayt Soomaaliyana khumaski qaybtaada ayaa laga siiray hore aad ka qaadan ha qaybti ayaa lagu gushay de wixii moqto waa wax tiro badan anagana khumas aad jeegi afkooda waxa lagu bariga hore ziyaar wax balasiin jiray oo taqanan hadda afkooda waxa lagu dhijiyay sharoota lagu dhijiyay iyo xanja lagu dhijiyay war aalbayt kala roonada marka inkastoo ay tiro badan yihiin oo muxuu aha ay iska shaqeeystaan oo runta ay dad u baahneen laakiin ikraamka xitaa markii majlis la fadhiyo hadii qof u yimaado aalbaytka in muxuu aha tawsiic loo sameeyo oo la yiraahdo ninka ah loo banay waa wax diina wax diina waa wax runtii qiimo badan waa wax oo ma aha wax caadi ma aha wax diina weeyaan mar aydoon de waxaan raayidan iska dhawraya in lagu xad gudbo oo dadka qaar waa taqaanan xad gudub la tatruni tatruni kama atrat an-nasara ibn maryam nabiga kaleey salaam oo muxuu aha ayaga ka wada fadli badan oo khalqi oo dhan ka wada fadli badan ayaa xad gudubka in asaga nafsi lagu xad gudbo diiday fama baaluka marka dad ka hoosay soo saas maahan marka mas'alada ayadan insha Allah ta'ala hal ogaado oo waxay ku jirtaa muxuu aha arintan ama qisadan xiyaabaha laga yara faa'iido kale kamid naam وفي روايه روايه الله هو واني اني تارك وحن كغتا فيكم ان كدحدينا ثقلين لب علس بان كغتا احدهما مثكوت كتاب الله ويان وهو كتابك الحبل الله الى حرج سويان من اتبع قف را كان وحو هذا على الهدى هنون بو اها كسغنادا ومن ترك قف كتغنا كان وحو هذا على ضلاله بعدني ما يكسغنادا ويان حديث 300 يوم تضبي افرتنات وعن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابي بكر الصديق صحابي عن صحابي ويان موقوفا oo muxuu aha lagu waqfiyay mowquf isagu ku taagan yahay horumada afsano Abu Bakar laftirkiisa ayaa muxuu aha hadalka sheegay annahu Abu Bakar mowqufan ku taagan yahay Cali isaga mowquf ku yahay annahu qaal wuxuu yiri urqubu war karameya oo ilaaliya oo un xariista karameya oo ilaaliya oo muxuu aha ihtirama Muhammadan sallallahu alayhi wasallam nabi Muhammad fi ahli baytihi ahli baytkiisa ku karaameeyo oo kumxuu ahay ku weyneeyo oo ku ixtiraama oo ku dhowrowayaan ahli baytka hadii aad nabi maxamed karaameyn lahayd oo nabi maxamed kaleey salaam alayhi wasallam aad muxuu ahay weyneeyn lahayd oo nabi maxamed kaleey salaam alayhi wasallam aad jeclaan lahayd ahli baytkiisa muxuu ahay la karaameeyo hal jeclaada hal qiimeeyo saas uu leeyahay Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu rawahu al-Bukhari hadithka Bukhari ya wari macna urqubu ra'uhu ilaaliya wa ihtarimuhu ihtiraama wa akrimuhu karaama wallahu a'lam باب توقير العلماء علماء علماء او مخوهه لا وينه ايو باب يحيى
إيوا الكبار دتك وين إيوا أهل الفضل دتك فضلك أو صاحبك إيوا تقديمهم هرمانين تلا هرماريو على غيرهم أيجا غير كلا هرماريو ورفع مجالسهم مجلس كودي باس كود أو محاي كر لو قاده إيوا إظهار مرتبتي مرتبة ضاد أو حويا كر لو قاده أيو باب يهي ويان وعلم هذا إلا كراميو ولا وينيو إلا العلم الله وحبارسين قفك قفك داء دوين إلا كراميو قفك فضلك أو صاحبك إلا كراميو عبادات إي خيرك إي ذكرك علي الوية قانو إي ذاتك كلا أن أنت أيضا فضائش الآن هاي سنين إلا هر مريو أيو بابي هاي ويان وليما حدي محدي أي نقطين لكرا دسر مريانا علمك إي داء دا إي فضلك إي خيرك إي أسبقية دين تلوسه الرئي هيا با سودان محوائن اللي سكال هر مريو ii fadliga ay leedahay ii arinta ayda martabadooda raga martabadooda oo muxuu in la daahiriyo bayu baabi hayweeyaan qaal allah ta'ala la wuxuu yiri qul waxa tiraa nabi allah hal yastawi masimayhin alladina kuwi akhyarti ya'lamuna aqontala ii walladina kuwi akhyarti ayaga la ya'lamuna anan aqontala hin masimayhin ma yamasina wayan kuwi aqontala ii kuwa aqontala masina wayan inma una yatadhakkaru hawana qato arinta ayda kuwan saqata ulul albabi ulul uqul dadka uquush saaxibka ayaa waan kuwan qata wayan hadii 388 afartanad wa anabi mas'ud wa hala war uqbata min amal badri radiyallahu ta'ala sayyid radiyallahu ta'ala anhu qalu hir abi mas'ud hulayhi qala rasulullah qalu hir sallallahu alayhi wa sallam ya ummu wa hawa imam naqda alqawma dadka waxa imam naqda aqra'uhum kana wa akhirinta badan oo wa aqoonta badan لكتاب الله كتابك الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى فإن كانوا هديا في القراءة أخرين سواء كواسما فأعلمهم بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام نكوا قنترون أي إمام النقضة فإن كانوا هديا في السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام سواء كواسما فأقدمهم هجرة هاجرتانك قفك جهر يصهر هاجري أي وحوي هرمراويا وإمام النقضة فإن كانوا هديئهم في الهجرة هاجرتان سواء كوسما فأقدمهم كانوا هريسنن حق داد وقد أوين أي إمام النقنا ويان ولا يؤمن يوسن إمام النقنا الرجل قفك الرجل قف منك كلا يوسن إمام النقنا في سلطانه ماشى مام الكيسة أساق سلطان كيسة ماله وكتليه ودكان كيسة قد تمت أما بحافظ أساق وواضي كي هاي وكتليه أما بمحوها مال أساق ومحوها قعمتك وهايه مولع 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 مثلا لو كيه الجرجي سوكليه ما لا ما إلى ذلك ما لا سقى قف كما مولع يوسف إمام يقول نقرن ولا يقعد يوسف كفر يسنين في بيت الجرجي سا ده حديثه على تكريمته ماشى سقى لو كرامه وجنده أوليه إلا بإذن إذن كيس ماين تكريم هذا وحويا صرير تأيو كرسي وخف خاص أوليه هيو حفيز كمثل سؤالها مركها تسوق شمال أو كله حفيز تسوق شيء وجرجي كرسيga kaso jeeda muxuu ah darbiga xagis oo miiska xaga gadaal ka jira kan oo kala hada ya iska la asalka qofka xafiis kala labada meelaha inta la iyo kuwa ka dambeeyay inay iska la qofka zaahirka markii aad soo gashaan markii meeshi aad soo gashaan hadii aad soo la soo wareegato adiga halkii muxuu ah asalka saarto taladiido taayido takriima asaga gooni u la kadalika qofka sariirtiisa oo kalna waa takriimadiisi qol sariir ay kuraas taalo ayuu qofka qol uu degan yahay sariir baa u taala marka sariirtaas markii inaad horay oo sariirtuun iskaga turta ma aha kuraastaas ku fariisaneysa ila inuu asaga ku idmo waa gooni hadduu asaga idmo fa marhaban wa ahlan wa sahlan imaamnimadan waa la mid weeyaan qofka meeshu marka asaga gooni u maamulo oo asaga mas'uul ka yahay inaad muxuu imaam ugu noqoto lama ogola inuu ku idmo mooyeen oo kadalika waxa la mid ah inaad takriimadiisi goonida u lahaa ku fariisato inuu ku idmo mooyeen waa muslim adab islaanka kamata wa fi riwaayatin lahu muslim usugnaatay فأقدمهم كانوا جهر سلما حق سو إسلامي تانجا بدلا سنن سن بدل كيس أي إسلاما وفي رواية يوم حائمام نقض القوم مددك وحائمام نقض أقرأهم كانوا آخرين تبعا لكتاب الله وأقدمهم كانوا جهر قراءة حق قراءة فإن كانوا هدين قراءة حق فإن كانت ديت قراءتهم آخرين توضا سواء مسلما فيومهم حائمام نقض أقدمهم كانوا جهر هجرة حق هجرة تانجا فإن كانوا هدين في الهجرة هجرة سواء كوسما فلي أمهم حاومهم نغ هؤمهم نغ أكبرهم سنا كانوا قداء دوين وداء دوين والمراد وجود كل ولجد بسلطانه محل ولايته مشوا سجم أضيك كيها ومدحت كيها ويا أو الموضع باسك الذي كسو يختص بها سجون دوليها وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء هي أيضا ما ويان شيء ينفرد لك لنغض به سجى ومن فراش إيو سرير سرير إيو نحوه ما وحلا متك ويان حديث سدح بقولي سقالي أفرتنات وعنه وحال لقوريي ابن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أرضى قال وحير كان وحاي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من مسح مناكبنا قربهنا يساسك عنده مرنجري عليه الصلاة والسلام
في الصلاة صلاة صلاة ومن انجري ويقول حديجر استو ورسن ماي ولا تختلفوا اسمحوها اسخلافنا أو فتختلفك دبنا اسخلاف قلوبكم قلوبتنا ليالين هاي لسو حرير صدق منكم أذنك أولو الأحلام دتك قانجارك إيو النها قفك دتك عقلي وصاحبك ثم كدمنا الذين كو يلونهم لسو حريرة ثم كدمنا الذين كو يلونهم وكسو حقا ويال هاي لسو حرير صدقنا ويال رواه مسلم وقولهم ليالين هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء وروي بتشديد النون مع ياء قبلها والنها العقول وين وأولو الأحلام هم أيق البالغون كو قانجارك ويال وقيل وحيرهم أهل الحلم تتك الدلقات كأصاحبك والفضل فضلك أصاحبك ويان سالها صفك محاسكب وحيي ويلا الياير وصديت جر طبعا جر طبعا كو جر طبعا لو جر أسكب وحيي إمامك فقه دي مالها طبعا واتقنا انت بس أصلك وعلاقيا بالنادر لكن حتى فقه دو جر حكمة التصرف كوات كانيا إمامك مركي الله بركة الله بركة عمره أي وحصوح حصوصتي إنو جلابة قبا إنو جلابة قبا حصوصتي أما ب هو بدأ عيبة والصحي أما بنفطع وكذا عذي نسأل الله أن يرحمه ويرحمنا جميعا كدبنا إلها ما حيسمينه حي قصب يسامر كذا هالكاس جوي وحتى واحد عين قور قبين هنا يسول له غير أما بقف قدر جوي مركه تهلي سوا هذا ما نريد وهذا عذي مرة دورها بين كورة صلاة فجر أيان كنت كان مسي مسايدة كمد كدبنا إمامك مركو التحياتك أفر يسرب هل سجود أو لمنته هل سجود بأو لمن أيا وحو حسوستي إنو سوح ويسالي راقبي صلاة نمو حنو قد جي بدون وضوء كدبنا وحوير السلام عليكم السلام عليكم اسكبح بغض النظر السلام عليكم الله مثل مرة هيوات باب كلاوات مسالة كلاوات واسكتك إنك مركو مركو اسكتك إي ماشي الحمد لله نين نائب الإمامة ونين وينه أصاب حتى كوين أيات تاجنا ترتيبه صعدي ماشي وتجي ماشي وكسي وطي هل سجود كله فطي كدي من أتحياتك نور دمي وبالله توفق دنيس كقبصدي هدي عرور ماشى يجوا لي مرك معي سمين لاين يا ما شوي هلا بلا سما مرك واحد الله ضل بواري ما سويا نقف كفقي جا يا قانت لأنه ماشى زوج ساجو وصلاة هدي إمام كي يحكو دعان كدي من بوسكي ساكرة ساس أيها الله وترجل ساس النبي وأمر صلى الله عليه وسلم حديث سيد أحبالي كنتنات وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني هاي لسو حرير سيد منكم أنك أولو الأحلام دتك أصاحبك قانقارك وأنها عقلك ويان ثم كدبنا الذين كويلونهم لسو حرير أما كصوحك ويان ثلاثا وإياكم حاسك إلى لسان وهيشات الأسواق سوق يد فوضضة سوق هيشاتك وفوضضة بوق اي قايل ذي اكاكم كاي مرن كاي وحويا وحص والله اي ما وحيا بس فوضه ما تقنا سوق كدح دا هدي سوق وح كغدنيسو اما اد وح كايبنيسو سد جنان وان بوق لهين او ادب اي كجرت او مخوها الله كعبسين اي كجرت او حتى مركو قف سوق قال انه هلمام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قفك انت سير هذا قلبك اي عرب كير هذا قديمنا قال سوق هل اقرا الف حسنه الف سيئه الف درجه واحسن لا امال يا اخواني في الله مركب باب كسباب فضود ماهن يا الله المامن وحاد وين لذلك سوقي قار محمد سعودي وكله سوقي سوبر ماركت يده انت سوق الالباب كور وحا قرن دعاء دخول السوق وين قرن قار الكتروني محوها كمبيوتر اي قار محوها عادي اهب قرن وحاول التعاون على البر اي كمته واجر بدن اوكي الله يهليا على العموم كان كل جده هيشات الاسواق والسوق ولا فوضي او لو دحبوق او لو قايليه ويان حديث 312 كنتنات وعن ابي يحيى وحاله ورقيل وحال ابي محمد سهل بن ابي حثمه وبفتح الحاء المهمله واسكان الثاء المثلثه الانصاري رضي الله تعالى عنه قال وحيري انطلق عبد الله بن سهل حديث كما سمرني عبد الله بن سهل يا دقاقي ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر بيئة لبضا عبد الله بن سهل محيصة ابن مسعود لبضا وحيئة إلى خيبر وهي خيبرنا يومئذ ما ننتهي إذا صلح إيه شيس أي أود حي نبينا عليه الصلاة والسلام إيه أيها يهودي دقنيت فتفرق ويكرة تقن سوقي دحق لنور بندنتي سوق بصدي فأتى وحوي ويمت
محيصة محيصة إلى عبد الله بن سهل بويمد وهو إيجانا وهو إسجانا يتشحط وكدح والولومة أما وكدح دبالنا أما ومحوه كدح جرا في دمه ديجيس قتيلا سوى مقتوله للدلي فدفنه وأدوه ثم قدم المدينة مدينة يا محوه ويمد فانطلق وحتى عبد الرحمن بن سهل أو الله شيء نكل الدلي إيو محيصة نكي محوها مرقاتها أو نكل الدلي سوى دوجي إيو حويصة ابن مسعود إلى النبي بأي أتقن سيد أحضانين فذهب وحوها أطلب قاضي أما وحو دوني عبد الرحمن بن سهل أولا رشنينك عبد الله يا أولا دلي يتكلم منه الله فقال وحو النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر ويني ويني وقفك وين ها الله ويان وكان قفك ير يقف وين هدي أي محوها ميلا إماضة إنه قفك وين هذا لا أي مركة أي مشروع ويان وهو نينك لدى عبد الرحمن أحدث القوم ذاتك كان ودى أدى رأيوها فسكتوا إسكاء موسي فتكلم ويها للنبذو ذي فقال وحير أتحليفون مدار نيسان إن أدمحوها نينك أسيق اللي نكدل مدار نيسان أو تستحقون ممضى نيسان قاتلكم قفك محوها أي دم قاتلكم دم وتستحقون ممضى نيسان قاتلكم أو قاتلكم قفك إذن دلي ممضى نيسان أو إن ديق اللي دنسيوه أما قفك محوها دلي ننكاس إن الذين سوق قبطوا محوها قفك قرط لججر ممضى نيسان ويا أو محوها ضد ديار موتين أدارة وذكر وحوشك تمام الحديث حديث كذا ما يشتركي سيوشك وصومر متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر كوين هذا ويا حديث سدح بقول صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها النبي يجمع مد جمعي أو كل مية بين الرجلين لبنى يكل من جري ومن قتل أحد أحد ضدك محوى الذي لكمدها يعني في القبر قبر بوكوك البنجري ثم يقول أحده جري أيهما كوذيبا أكثر بنام بدن أخذا قاض شيء القرآن قرانك أو قرانك حفظ جيس يا كوبدن فإذا أشير له مرك الله إشارة إلى أحدهما متكد الله إشارة قدمه حونا بكور من جري في اللحد إيلك إيلك قبر محوى يكور من جري نبي عليه الصلاة والسلام قفك سقا رواه البخاري حديث سدح بغلي سدح يكونتنات وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري أراني محايدين قرن أراني في المنام وحان أردد أنكو أركي أما اللي تسيي أتسوك أنو عدي سنة بسواك عدي فجعني كدمن حيي من رجلان لبن بأي ماذين أحدهم متكوت أكبر وكوينه من الآخر كان قلب لبن بأي ماذين متباوين من ويريه فناولت وحانو دي بي السواك عدي قال صغر كيرا ينو دي بي فقيل لي وحاليري ورياك وكجرا مرك كبر ويني أوقفك وين سيويان فدفعت حنولي بلا الأكبر محمد كوين ومنهم أيك مدويان رواه مسلم مسندا والبخاري متعليقا بخاري مسلم ووري مسند ونبي قلوتير عليه الصلاة والسلام وطوص وسند وحرير وطوص وحرير نينك لي راذ محمد بخاري تعليق يسو صاري ومحولي هاي قال ابن عمر أن النبي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تاسوي رويان تعليقا واتقنا بخاري معلقات كبخاري يحوم كذا إن شاء الله تعالى قفك قنوبي قنا إن شاء الله وان أتجدون أحكام تذي سيهين بإذن الله عز وجل حديث سدح بقولي أفريكم تنات وعن نبي موسى رضي الله تعالى عنه قال وحير أبي موسى قال النبي نبي وحير قال رسول الله وحير صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله ألا وين انتزو حكم ذا تعالى كرهي إكرام ذي الشيبة قفك الرضا أصاحبك أولا كرام المسلم أي مسلمك أيا كم ذا وين انت ألا وينيه إن قفك مسلمك أو الرضا أصاحبك إلا كرامي أولا وينيه وهي كمتها وينينت الله سبحانه وتعالى وحامل القرآن قفك قرآنك حمبارسا وغير الغالي مد محوها كحت قدباء أنهم فيه قرآنك إول جافي مد قوينة أو كهاجرة عنه حقيس أنا نهينا إسنا وحاويان وينينتي سوحي كمتها وينينت الله سبحانه وتعالى وإكرام ذي السلطان قفك محوها أو سلطانك إيما دحضو كانو صاحبك المقصد عادل كائن لك كرامينا وينين تيسنا وحي كمينتها وينين تا الله سبحانه وتعالى حديث كاس حديث حسن رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع حديث سدح بوليس كون دنيس إشانات وعن عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن رضي الله تعالى عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا أن نقى من ماهن من قف لم يرحم أنه حريسا صغيرا قف كان نقى أنه حريسانين طبر ملهن قف صغير كوير إن لو أنه حريس مركا وحوي إيمانك يا كيني إيه خيرك كيني ويعرف أنا جرين عفوا شرف كبير نقفك نجوين شرف سأنا جرين نكمل مهر حديث صحيح رواه أبو داود الترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي رواية أبي داود حق كبيرنا أي لم يعرف حق كبيرنا قفك نجوين حق سأنا نجين حديث صحيح سنويا
حديث سدح بقول يتلحي كنتنات وعن أبي وعن ميمون ابن أبي شبيب رضي رحمه الله أن عائشة رضي الله تعالى عنها مر بها وحصوم الرجل سائل وحويدي سنة يا صومري سائل أي صومري ويان فأعطته حيسيس كسرة قبل روتي أيسيس كسرة كسرة خبزي وخبزي والروتي أما هالنقض ميت قبل بلارسن أما كان عادي ومحوها أنا قام استعمال هالنقض نوع النقض هالنقض كسرة خبزي وين كسرة حوري جدا وجب روتي كسرة خبز كسرة جب محمد روتي بيسيسي ومر بها وحصوم الرجل بصوم رئيه عليها عليه دشيز أيها تثياب بر ونكسن إيو هيئة هيئة يعني نن يرق قابيسن واسكو يرق التوصن ونرفع عن إيه هيبت إيه لح أيها صوم كو فقعدت وي فريس فريس هيتر كو طيب فأكل كدمنا عنا أيو عنا عنا يسيس عنا ذو عنا ويان فقيل وحضيري في ذلك أرنكم عصم يسكن وقف كان وحضور تورتي عدير روتي أو تورتي نين كانوا واد فريسي أرنت ما هيكو دعضي فقالت وحيتري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا حديسا نزلت كما نازلهم رواه أبو داود ياوري لكن قالوا حير أبو داود ميمون لم يدرك عائشة عائشة موسى هليل وقد ذكره حاشا حديث كان مسلم في أول صحيحه تعليقا تعليق الدين لقوا يرى هذا كمد ما أهن من الصحيح ونقن كرا صحيح ونقن كرا حسن ونقن كرا ضعيف انت ونقن كرا وين تعليقه هذه تعليق لو يرى هذا ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم سهل الله صعود مرك نعم محير وحنوش يجي يا وحيمان أنت حديث كأنه وياي حديث سنة كيس وضعيف ياي مرك حديث البخاري وري أم مسلم وري أي بنان كذا كتورة يسنا إيماني مكت مرك ليس هذه تعليق وي ماذا ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم فقالوا حير وذكر وحال لقش يجي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيتري أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ننزل إنا دجن الناس كما نازلهم بوسكو دينا دجنه وذكره الحاكم أبو عبد الله باوري في كتابه معرفة علوم الحديث وقال وحير حديث صحيح ويان أخرج أبو داود والحاكم في معرفة علوم الحديث وضعفه الألباني في سلسلة في السلسلة الضعيفة حديث سدح بغلي تضبع كنتنات وعمن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحير قدم وحاصوق عيينة من حسن باصوق لي فنزل ودق على ابن أخيه ولا الكسوي الكيس كدقي الحر ابن قيسها حديث كان صوم الرين وكان حوها من النفر كحد أيها الذين قاسوا ينهم وسود ويست عمر عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان عمر وكان القراء تتك قراء وحياء هين أصحاب مجلس عمر عمر بوسك أفريسته رجع حوها ساحب ديس ولا فريسة هين ومشاورته يرجع ومشاورته يرجع حوها أو لا تشتوا أم لا تلي أيها هين كهولا كوا محوا جرمذو كانوا هذين أو شبان أمر أن يرها هذين فقال عيينة ابن عيينة وحجر لابن أخيه ولالك سويل كيس وحجر يا ابن أخي ولالك ويل كيس يوم لك هذا وحقوسنا هذا وجه وجهي ما قعيات كل هذا عند هذا الأمير أمير كانوا كنا عمر بولج رضي الله تعالى عنه وارضاه فاستأذن إيه فسح ويدين لي أنا عليه إن أنا أقوله يقصوا قب محمد فسح appointment إيه بلن يقصوا قب ويان فأذن له وأويد من مركه فاستأذن له وأذن ويدية فأذن له عمر عمر بأويد مي فلما دخل مركه قالي قال وحجر هي ورياه يا ابن الخطاب انا خطابه فوالله بان كنت ما تعطينا نمسيس الجزله احبنا نمسيس ولا تحكم ما حكمت فينا لحظه نغنا بالعدل عدالتنا وما حكمت وحنا نمسيس عدالتنا كما قبنا فغضب عمر عمر وحناقي رضي الله تعالى عنه وارضاه حتى هم الى وكدمع ان يوقع به ان محوها عقابه ولا ادبيه الا محوها منك اذا بدر سمي يدر سمي ان عقابه دمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم نعم فقال له الحر حربة سبب هذه مركة سواء ذلك زين ماشي لقوع عقابة وهل اسمه وقت وراضي رتكر البادية يا أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كذي إن الله الله وين تعالى كرهي قال وحي للنبي وحكيري صلى الله عليه وسلم خذ قاضى العفو عفسك قاضى وأمر فر بالعرف معروفك إيوانا قردت كفر وأعرض كجس عن الجاهلين الجاهلين تحسك كجس وظنها كجل وحي الله إيمانا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإن هذا كنيت من الجاهلين بكمدهين جاهلين تكمدي كنا هذا كيا والله بانكور أرتي ما جاوزها موسى قد من عمر وعمر حين تلاها مركو كو أخري عليه حر مركو كو أخري موسى قد من آيدي وكان وحي عمر وقافا مد استاقتان بضن عند كتاب الله كتابك الله محوي حدود ديس إي أمر كيس إي نواهي ديس وأقي استاق الجري كما طلاب قاد الجري ويان متفق على رواه البخاري بقول يتواني أفرت أخري آيانا قانا محاك هذا ساسميوها مرك كلا عكس قدوها رضي الله تعالى وارضاه حديث سدح بقول لي سدادي كنتنات وعن ابي سعيد وحاله لسمره بن جندب رضي الله تعالى عنه قال روحي لقد كنت حانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيزا
غلاما بانه ويل فكنت وحنا احفظ مد حفظيه عنه نبي انك حفظين جري فما يمنعني ايغما شيغي ايغما ريبي جيرين من القول انن كدح ان شيغا اون حديث ايدا اي محمد نبي انك حفظي ان غدبيو ايغما ريبي جيرين الا ان هناك مش ايدا وحا هذه رجال رك هم ايغا اسنوا ايغا داوين مني انا حقيقه inan wixii ka sheekeyo ana xadiisii aan soo xifdiyay aan dadka ku sii deeyay waxa iga mancin jiray wax kale ma ahan odayaashaas iga daada weyn aan ka baqi jiray saasu leey radiyallahu ta'ala anhu warda naam muttafaqun alayhi hadith 399 wa anas radiyallahu ta'ala anhu qaaluhu inna qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam ma akram makrama shaabun nilan yara shaykhan oday li sinnihi li ajli sinnihi daadi zata makramayo illa hadu jarmiya qayyadallahu allahu wuxuu diyaariya odu sakhira له إسقى من قف يكرمه كرامة عند سنه مركو داء دي سجارة كرم قف كرامة أي له أدارية راه الترمذي وقال حديث غريب حديث كان ضعيف ويان سنة كيزة حديث باب زيارة أهل الخير دتك أهل الخير كأول زيارة يبابي هويان إيوه مجالستهم لفريق لا فريسته إيوه صحبتنا لا صاحبة إيوه محبتهم جعل كذا لجعل هذا إيوه طلب زيارتهم أيها أنا كصوب بغضان الله قد ضلبه إيوه الدعاء منهم دعاء أنا الله كوبيان الله قد ضلبه اي وزياره المواضع ما لها الفاضله فضل قبضا الا زياره مكه اي مدينه اي بيت المقدس وكره ويان ميله فضل اني فضل بدن اني فضل بدن ما حلو قرني حلو قرنيا بالنص نص انه قيمه لكن لا اذا ماشي وعمل ضريح بركه سن اي بركه سن ما جيت بركه سن اما فضل بدن تاسيدكم جرت ويان قال الله تعالى لو حير واذا قال واذكر حسن نبي الله اذ وقت قال ويري موسى نبي الله موسى لفتاه ويلكيس كيري خادمكيس ولجدا يوشع بن نون يوشع بن نون ويان عليه السلام وعلى موسى كذلك وعلى نبينا عليه الصلاه والسلام قال ويري لي امحوها واذ قال واذكر حسن نبي الله اذ قال قر ويري موسى نبي موسى لفتاه ويلكيس اديغ لا ابرح كما زولايا ان صعود ويان حتى ابلغ الى ان كغار مجمع البحرين لبد بدود مشي كل ما او اما با امضي ان تماشت حقبا زبن ادلر اي سنه ادو بدن الى قوله تعالى الله قولك لغار قال له موسى موسى حقي هل اتبعكني ومكرع خضر على ان تعلمني هذه برته مما علمت وحلق لغ بري رشدا هنون اله حق بري وهنونك اي علمك اي خيرك ان محو ادي برته ترتد مكو راعي كرا او مكو راعه هذا كو يري ويان وقال تعالى لو حير واصبر محو لا حبس وحبس نفسك نفتاده مع الذين كو معود يدعون توغيان او عابدين ربهم ربكود بالغداه ارورتي والعشي قلبتي يريدون ايغو دونين وجهه الى وجهه سبحانه وتعالى حديث 311 وعن انس رضي الله تعالى عنه قال في انس قال ابو بكر وحير لعمر عمر وحو كو يري بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كدب انطلق بنا مكان الى ام ايمن والنبي حضاني سويان مكي اي دمتي من هو يدي نعم ام ايمن نزورها ان زيارنا كما كان سواها رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها من زيارته فلما انتهينا مكان ان اتقنا اليها ايضا بكت وي ايسي فقال لها وحيرهدين ما يبكيك محكو ايسينا الا تعلمين من هذا نوغين ام ايمن اي انما عند الله لاكس وحاد انه يهي انما عند الله لاكس وحي هذا خير ان اي خير بنت لرسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم سموغيد او اله اكتي زوحي لو جنده اي خيرات اي اكرامك ان النبي الله هو خير بنت دون كان سموغيد محدو اينيسا فقالت وحيتر اني انا لا ابكي ما اويناي الا اكون انا اهين اعلم ميد اكسون انما عند الله لك سوحي هذه خير انه خير انما عند الله لك سوحي تعالى كره هي خير انه خير بدنت هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ورك لو الله يبكي وحن اوينيا ان الوحي وحيقه قد انقطع انه كغوي من السماء سما حقت فهيجتهما وحي ككعسي على البكاء انه اويان فجعل وحي غدغلن يبكيان معين لو ين رواه مسلم حديث 311 وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي وحكوره صلى الله عليه وسلم ان رجلا نبا زار زياره اخا ولا له اسغ سغناد في قريه اخرى قريه كلك يرتول كلا ولالكي سو جرى اي زيارتي فارسل الله الى وحود دياريه تعالى كرهي على مدرجه جدكي سو وحو دياريه مدرجه واجد ملك ملك بو دياريه فلما اتى عليهم الكويمت قالوا وحي لين تريد حقيد دونيس ملك واجدكو استاغي انت سوتا قالوا وحي اريد وحان دوني اخا ولا لي اني سغناد في هذه القريه تولداس كسغن قريه راسي مقاله داس قالوا وحي هل لك ما كسغنات عليه اسغ دشيسه من نعمه نعمه وتربها عليه ادو الى لينيس ادو وناجينيس ادو مخو اصلاحينيس قالوا وحي لا ما غير اني لكن اني انا احب وان جعل في الله اله سبحانه وتعالى كرهي انت سنه سوده
قال وحير فإني أنا رسول الله رسولك الله بانه إليك أدل قوسه كادري ملك بانه بأن الله الله إن أنكشك بأن الله اللوينه قد أحبك إنك جعلاتي كما أحببته إن سادو جعلاتي فيه إله درت سادو جعلاتي إن الله أنك جعلاتي أيام إن أنكوب بشاري أيام لي صدري ويان رواه مسلم يقال وحال لي أرصده لكذا وإذا وكله مركوح السار بحفظه إلى الانتزاع والمدرجة والمدرجة بفتح الميم والرأي الطريق ويان ومعنى تربها تقوم بها ذو استغيث أو تسعى ذو صعطة في صلاحها وناجنت ذويا حديث سدح بقول الله بي الاحدنات وعنه وحال وري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحير أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد قفك بوغد مريضا قف بك أجرا أو زار بوغد أخا ولا له إساق سناد في الله إلى درتيز ناداه وعود ومناد مدى وغود وغف وحليها بأن طيب تواط محوناك سناتي وطاب وحوناك سنممشاك ما كان صعود كذا نوعا سنة ذي ويان ما جن صعود أي صعود كذا نوعا سنة ذي وتبوأت وديار سطيو والودياريي أو واد مدتين الودياريو من الجنة الجنة منزلا بوس ويان راه الترمذي باوريي وقال في حديث حسن وفي بعض النسخ غريب صححه الألباني هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله مصطفى.